يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من الشباب إذا جلسوا في مجالسهم قاموا بالكلام بما حدث من تفجيرات، وبدأوا بتكييف ووصف من قام بالتفجير، واختلفوا في ذلك، فبعضهم جعلهم خوارج، وبعضهم جعلهم قطاع طرق، وبعضهم جعلهم بغاة، فهل لهذا التكييف فائدة؟ وبماذا يوصفون وصفا صحيحا؟ يوصفون بكل هذه الأوصاف، يوصفون بأنهم خوارج، وأنهم قطاع طرق، وأنهم بغاة، يوصفون بجميع هذه الأوصاف القبيحة والعياذ بالله، تجمعهم كل هذه الصفات. مع أني أنصح من اللي ما لهم شأن في حل المشكلات والمهمات إنهم ما يتدخلون في هذه الأمور في مجالس الناس والعوام، هذه من شأن أولي الأمر وأهل العلم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا من إذاعة هذه الأمور، إذاعتها يعني نشرها والكلام فيها. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فأرى إن هؤلاء إنهم ما يتدخلون في هذه الأمور، لأنهم يخطئون فيها، ولأنهم ليست من شأنهم، هذه مهمات. كان عمر رضي الله عنه إذا حدث مثل هذا يجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم، هذه مهمات يرجع فيها إلى أهل الرأي وأهل العلم وأهل البصيرة، هم اللي يتولونها. والبيانات التي تصدر عن هيئة كبار العلماء هي من هذا القبيل، هي مما يصدر من الذين يستنبطونه منه، فينبغي الاعتماد عليها لأنها صادرة من العلماء، وبعد تدبر وبعد دراسة وبعد إلمام بجميع أطرافها. أما كلام العوام وكلام أنصاف المتعلمين والمتعالمين، هذا شيء ما يزيد الأمر إلا فسادا وشدة. نعم.